أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم في المجلة الطبية. فموضوع حلقتنا اليوم راح نتكلم عن الإسعافات الأولية لمريض السكري. طبعاً مريض السكري هو قلة أو انخفاض نسبة السكر في الدم، وكيف نحن نبدأ الإجراءات؟ طبعاً نحاول نأمن المكان، نتكلم مع المصاب ونتأكد من وعي المصاب. إذا كان المصاب مريض السكري قادر على استيعاب وقادر على شرب المواد السائلة، ممكن نقدم له المواد السائلة أو المواد السكرية حتى نرفع نسبة السكر في الدم، ونستمر بإعطاء كميات من السوائل والمواد السكرية لمريض المصاب على دفعات حتى يتشافى المصاب ويرجع للحالة الطبيعية. فأعزائي المشاهدين، هاي الإجراءات اللي نحن ممكن نقدمها للشخص اللي يعاني من انخفاض في نسبة السكر. طبعاً الإجراءات اللي لازم نحن نسويها للشخص اللي يعاني من مرض السكري، نحاول نريح المصاب بطريقة هاي. نحاول نعطي المصاب مواد سكرية أساس نرفع نسبة السكر في الدم ويرجع المصاب بشكل طبيعي للحالة الطبيعية. فبالطريقة هاي نحن نسعف الشخص اللي يعاني من انخفاض في السكر، ونحاول نعطي كمية مناسبة من المادة السكرية أو مواد سكرية سواء كان سائلة أو مثل قطع الحلوى، ونرفع نسبة السكر في الدم للمريض السكري.